السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه، ويا رب دايما مشاريعكم في تربيه الطيور تكون ناجحه ومحققه ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. لو عندك عدد طيور كبير جدا وعايز تاكلهم وتشبعهم علشان تحافظ على انتاجيه البيض، هتعمل ايه وهتصرف منين؟ الموضوع هيكون مكلف خصوصا في كميه العلف. انا بقى جايب لك الحل اللي مش هيكون مكلف لا في كميه العلف ولا في اي حاجه، حل بسيط جدا ورخيص جدا هتزود بيه انتاج البيض من غير ما تدفع فلوس كتير وهتشبعهم كلهم. لكن قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا يا جماعه علشان خاطر نزود انتاج البيض خصوصا لو عندنا عدد كبير من الفراخ، احنا هنا في ازمه حقيقيه. هتقول لي ايه الازمه الحقيقيه؟ الازمه بتكمن في اننا لو قدمنا ليهم كميات كبيره من العلف، كميات كبيره من العلف دي هتكون مكلفه جدا، هتكون مكلفه بشكل يعني بشع. يعني احنا لو جايبين مثلا 2000-3000 فرخه بقى وفاتحين مزرعه والكلام ده كله، هتلاقي نفسك صارف عليهم كتير جدا. اي نعم اللي هتصرفه في العلف ده هيتحول بعد كده لانتاج كويس، وانتاج البيض هيبقى كويس عندك، يعني اللي هتصرفه مش هيضيع عليك. بس ده برضو مش مبرر، احنا محتاجين نجيب نفس الانتاج ده ونفس كميه الانتاج من البيض، تمام، من غير ما نصرف كتير. حلو، من غير ما نصرف كميات كبيرة من العلف ونصرف فلوس كتيرة على كميات كبيرة من العلف. عشان تعمل ده الموضوع بسيط خالص، كل اللي على حضرتك انك لازم تدور على بدائل تعرف تجيبها بكمية كبيرة، فتبقى جملة، تبقى بسعر الجملة. حلو، وبتبقى رخيصة في الاخر. طيب ايه البدائل اللي نقدر نجيبها تبقى بسعر الجملة وتبقى رخيصة؟ قبل ما اقولها لك لازم نعرف احتياجات الطائر، يعني الطائر محتاج لايه من العناصر الغذائيه اللي تشبعه وتزود الانتاج. العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجين لها اول حاجه البروتين، تاني حاجه الكالسيوم، تالت حاجه بواقي اللي هي ايه الكربوهيدرات والنشويات والكلام ده كله، تمام، الكربوهيدرات والنشويات. عشان تجمع الحاجات دي كلها وتجيبها بكميه مش قليله، تمام، لازم تجيبها من اماكن تباعها بالجملة. يعني ايه؟ يعني تجيب الحاجات دي من اماكن بيتبقى عندها العناصر الغذائية دي فتعرف تشتريها منها بالجملة. والمكان الوحيد اللي تعرف تجيب منه الحاجات دي هي المطاعم. المطاعم يا جماعة، المطاعم بيتبقى منها كميات كبيرة جدا، كميات كبيرة جدا من الاكل، سواء رز او مكرونة او بواقي سمك او بواقي طبيخ، بواقي لحوم احيانا، تمام. الحاجات دي كلها بتبقى معجونة في بعض كده وبيبيعوها في كياس للناس اللي بتربي طيور او اللي بيعلفوا حيوانات وكل الكلام ده. فحضرتك لو متفق مع مطعم وفاتح مشروع كبير انت وبتمول الطيور او بتأكل الطيور من بواقي الاكل ده، هيكون موفر جدا بالنسبة لك. ليه؟ لان انت ممكن تشتري كمية كبيرة جدا من الاكل، حلو، كمية كبيرة من الأكل بكياس معينة تكفي الطيور اللي عندك وتشبعهم يوم واثنين وثلاثة، وبتصرف فلوس أقل بكتير جدا من اللي بتصرفها في العلف. يعني أقل من مصاريفك على العلف أنت هتجيب كمية كبيرة من الأكل تشبعهم وتزود الإنتاج في نفس الوقت. ركز معايا عشان الموضوع مهم جدا ويستحق، يستحق. حضرتك مثلا يعني قول ان انت عندك على السطح بتاعك 20-30 فرخة، وقتها انت مش هتحتاج للحل ده. ليه؟ لان انت مش بصدد انك توفر هنا، انت كده مش بتوفر، انت كده كده عندك عدد قليل من الطيور فمصاريفهم مش كبيرة. حتى لو صرفت عليهم علف، صرفت عليهم اعشاب، اكل، علاج، كل الكلام ده مصاريفهم مش كبيرة فمش هتفرق معاك. انما بتفرق مع مين؟ بتفرق مع اللي عنده عدد كبير من الطيور، بيبدأ مثلا من 100 طائر او 200 طائر لحد 500 او 1000 والاف، تمام. في ناس بتفتح مشاريع بالملايين من الطيور، دول بقى علشان يوفروا بيعملوا ايه؟ لازم يدوروا على حاجات تشبع الطيور وفي نفس الوقت تزود الانتاج وتحافظ على انتاجية الطيور. بس خد بالك من تحذير مهم جدا، بواقي الاكل اللي في المطاعم في كذا حد لمسها، في كذا واحد اكل من المطعم ده، وبعد كده في كذا حد كيسها وحطها في كياس من اللي شغالين في المطاعم، وبيتم معاملتها بمعاملة
مش آدمية أوي. تمام؟ يعني الأطباق كلها بتتحط على بعضها، تترمي في الأكياس اللي ساعات تكون مش نظيفة. طب واحد يقول لي طب أنا ليه أقدم الحاجات دي للطيور بتاعتي؟ ممكن تكون الحاجات دي مسممة، أو الحاجات دي فيها أي عدوى بالنسبة للطيور ممكن تضر الطيور. أقول لك أنت معاك حق، بس في حل، في حل دايما للحاجات دي. ما ينفعش إحنا نسيب بواقي الأكل دي اللي هتوفر معانا جامد وهتشبع الطيور وتزود الإنتاج وإحنا عندنا حل. هتقول لي إيه الحل؟ الحل بسيط خالص، إحنا هنضيف على بواقي الأكل دي نسبة من الخل. الخل ده وظيفته إن هو يطرد السموم، ينظف الأكل ده، تمام، ينظفه. ممكن تستخدم الخل وممكن تستخدم الليمون، بس يستحسن الخل، استخدامه أسهل وأسرع، تمام، وتأثيره برضو يمكن أكتر شوية من الليمون. تمام؟ استخدمه ازاي هقول لك، بس احنا بنستخدمه ليه؟ استخدمه علشان خاطر لو في اي سم، بكتيريا، فيروس، اي حاجه تضر الطيور موجوده في بواقي الاكل، حضرتك بشكل مباشر انت كده بتعمل وقايه للطائر ضد كل الكلام ده. يعني الطائر هياكل ومش هيتضر، الطائر هيستفيد ويزود انتاج البيض ومش هيتضر. الطائر لو في بكتيريا او فيروس او عدوى او تلوث في الاكل، انت كده بتقتله عن طريق استخدام الخل. تمام؟ نستخدمه قد ايه الخل ده على بواقي الاكل؟ بكل بساطة يعني لو عندك مثلا كيلو من بواقي الاكل، بتحط عليه من 5 لـ10 سنتي من الخل الطبيعي اللي احنا بناكله. تمام؟ اللي هو الخل المخفف اللي احنا بناكله، اللي هو تركيزه 5% غالبا. تمام؟ تحط من 5 لـ10 سنتي على كيلو بواقي الطعام. لو عندك اكتر من كيلو تحسبها بقى، انت تحسبها حضرتك، تشوف ايه الكمية اللي ممكن تستخدمها مع الطيور وتكون كافية مع بواقي الاكل. انت كده عملت كذا حاجة، قدمت بواقي الاكل اللي بتشبع وبتزود الانتاج وهتوفر معاك، خصوصا لو انت فاتح مشروع وبتأكل كمية كبيرة من الطيور. تمام؟ وفي نفس الوقت أمنت الطيور من مشكلة ايه؟ من مشكلة العدوى اللي ممكن تصيبهم عن طريق الاكل ده، عن طريق بواقي اكل الطعام. بواقي اكل الطعام بقى بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن غالبا رز ومكرونة وعيش وطبيخ، ده اللي بيتبقى غالبا، نادرا لما بيبقى فيها نسبة بروتين، بس ممكن يكون فيها نسبة بروتين. لو عايز نسبة بروتين عالية في بواقي أكل المطاعم، تروح لمطاعم السمك. مطاعم السمك بيبقى فيها نسبة بروتين عالية في البواقي الطعام، هتقدمها للطيور. تمام؟ نسبة الإنتاج عندك هتعلى بشكل كبير جدا، وكمان هتشبع الطيور وهتوفر الفلوس بتاعتك اللي كان ممكن تصرفها على العلف. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.